تعنينا والأسعار تقلب دولنا لقل راح شو معي بوعار راح درويش غديه من أبيك على بقدرات وليت بينا ران حبرك يا المراد خرجني ما تبرق يا شعلة بالقدرات وليت بينا ران حبرك غدا تجري عليا المرق خرجني ما تبرق حتى لسانس قال اغلى عاونوني نجري مغلق بنتي جنات وحنا هذا روبنا حلا. معكم المخنتر كيكو مول التبربيرة. بعد التبربيرة باش تعرفت وكاين واحد الاقبال الحمد لله ديال التبربيرة عيطوا عليا من داخل الوطن وخارج الوطن. هي سيدي هي بابا الكفاف والعفاف والغنى على جميع الناس. ها واحد التبربيرة من عند باكم المخنتر. مول انا تاني جيت هاد الاغنية جاتني مشيت للسوق وطيح عليا الهول ديال هاد الاغنيه وانا نقولها قلت هاد الاسعار قلت هاد الاغنيه الحمد لله ونطلب الله تعالى يعطينا الرخاء ويحيد علينا هاد الغلا. قلت لهم غليتوا علينا في الاسعار تقلبتوا لينا العقل حشومه عيب وعار الدرويش غادي يهبل حتى ليسانس راه غلا عاونوني نشري بغلا منتي شال الوحلة راه داروا فينا حالة العافية شعلة في الخضرة منتي شاد الحقرة العافية شعلة في الخضرة منتي شاد الحقرة غادي تجري عليا المراق تخرجني نبات برا. هاد الغلاء الأسعار هو اللي خلاني خرجت الأغنية ومشيت للسوق وبالي السوق ماشي هو هذاك الأسعار غالية مرتفعة بزاف وصافي وانا ملي خرجت من السوق قلت راه ندير هاد الاغنية بغينا بطاطا تلحق على درهم وماطيشات تلحق درهم وخيسو يلحق توا درهم والحمد لله في البلاد الاكثر ياك يدراوش واش واحد باغي فيه ما يشري 100 درهم واحد مسكين ما لقاش هذيك الدرهم ما عندوش يجيبو حالي درويش بحالي ما عندوش ملي دخلت تما ولقى بطاطا ما داير 120 ولا في البلاد دايرها في البلاد دابا لحقت 500 ايوا فين الدرويش غادي ياكل في الفم ماشي مشتري حتى واحد راه قادر يشريها ولكن الدرويش انا كنهضر على الدرويش الدرويش مسكين راه محن راه من منو خضره كتدخل السوق كتدوخ مالف كدير كفا عامله وليتي ديها من خشله خاويه ايوا شنو ما تقد لك 4000 قد لك 5000 حتى حاجه ما تقد لك في الكفته الدجاج هو غالي حتى هو راه وصل قريب على 500 قال 480 باش داز 480 والدرويش ما كانش يشري كاين اللي ما عندوش هذيك 300 باغي ياخذ الطير ديال الدجاج ما عندوش باش ياخذو. الحمد لله هذا المطير راه فيه خير كثير هو راس مالي الحمد لله وهو كلشي هذا هو الحانوت ديالي هو كلشي لا ما نبيعوش عزيز عليا عزيز عليا اللي كيبيع الاله ديالو ماشي فنان فنان هو اللي يعز الاله ديالو ويزورها شي شي كيعيا كاع يعيا ويعلقها في المحل ديالو ويخليها كتحفه تبقى يبقى ما يبيعهاش اللي يبيع الاله ديالو يقدر يبيع تاع حوايجو اللي فوق دارو يقدر يبيع حاجه اخرى من الدار.